بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في درس اسم المفعول، وهو أحد دروس مادة الصرف للصف الثالث الثانوي بقسمه الأدبي. أولا نأتي إلى تعريفه. هو صفة، أي بمعنى أنه وصف، والوصف مشتق ليس جامدا، أو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول. طبعا مشتق نقصد به مثلا زي مثلا رجل، هذا اسم جامد، لكن مشتق مثلا زي مثلا كاتب أو مكتوب، يعني اشتق من الفعل الكتابة. وهنا اسم المفعول يشتق من الفعل المبني للمجهول للدلالة على ما وقع عليه الحدث حدوثا لا ثبوتا، أي بمعنى أننا عندنا في الجملة العربية خاصة الجملة الفعلية عندنا فعل وهو حدث مقترن بزمن، وعندنا بعده يأتي الفاعل، والفاعل هو من قام بهذا الفعل. بعد ذلك يأتي المفعول به، وهو ما وقع عليه الفعل. إذا اشتققنا اسم الفاعل، يبدأ إذن اسم الفاعل يأتي للدلالة على من قام بهذا الحدث، على من قام بهذا الحدث. واسم المفعول يدل على من وقع عليه هذا الحدث. وهذا طبعا الحدث وقع عليه حدوثا لا ثبوتا، وسنفهم معنى حدوث وثبوت. مثل مدفوع، مسؤول، محطم، محتقر، مستفاد إلى آخره. يعني نستطيع أن نضع من أسماء المفاعيل ما شئنا. فقولك مدفوع يدل على شيء قد دفع دفعا حادثا غير ثابت، أي بمعنى أن كلمة مدفوع ليست ملازمة لصاحبها. طبعا سواء اسم الفاعل أو اسم المفعول غير ملازمين. لماذا؟ لأنهما وقتيتان، يعني فترة وينتهيان. الملازمة أو الثابتة هي الصفة المشبهة، الصفة المشبهة، يعني الصفة المشبهة صفة ثابتة. وهذا من الفروق بين اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. الصفة المشبهة ملازمة وهي ثابتة، لكن اسم الفاعل واسم المفعول غير ثابتين وغير ملازمين لصاحبهما، بمعنى أن هذا الدفع يزول عن المدفوع بانتهاء الحدث. والفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم الفاعل يدل على من وقع منه الحدث، يعني عندما نقول هذا دافع المبلغ، أي بمعنى هو الذي قام بفعل الدفع، قام بفعل الدفع. أما اسم المفعول فيدل على ما وقع عليه الحدث، نقول هذا مبلغ مدفوع. مدفوع طبعا كلمة مدفوع دلت على أن الحدث وقع عليه، يعني ما المدفوع؟ هو المبلغ، والمبلغ هو الذي دفع ولم يدفع. وهذا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. الفرق الثاني، اسم الفاعل يشتق من الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يشتق من الفعل المبني للمجهول. نحن نعرف أن الفعل قد يأتي مبنيا للمعلوم، وهو ما يحتاج إلى فاعل بعده، يحتاج إلى فاعل.
يعني بمعنى الفعل المبني للمعلوم يحتاج إلى فاعل، بينما الفعل المبني للمجهول يحتاج إلى ماذا؟ إلى نائب فاعل. نائب فاعل يعني الفعل المبني للمجهول لا يرفع فاعلا أبدا. لذلك عندما نشتق اسم الفاعل نشتقه من الفعل المبني للمعلوم، بينما اسم المفعول هو الفعل الذي يشتق من الفعل المبني للمجهول. ويتفقان في أنهما يتلبسان صاحبهما تلبس حدوث لا ثبوت، بمعنى أنهما لا يلازمانه. وعرفنا أن اسم الفاعل واسم المفعول غير ثابتين، غير ملازمين لصاحبهما، بينما الصفة المشبهة هي الثابتة أو الملازمة لصاحبها، أي لا تنفك عنه أبدا. أما اسم الفاعل واسم المفعول فهما مؤقتان، فهما مؤقتان. صوغه، كيف نصوغ اسم المفعول؟ من الثلاثي يصاغ اسم المفعول المبني للمجهول بوزن مفعول. صاغ اسم المفعول من الثلاثي المبني للمجهول بوزن مفعول، مثل كتب، كتب فهو مكتوب، فهم، فهم فهو مفهوم، عشق فهو معشوق، شرب فهو مشروب، قيل فهو مقول، عد فهو معدود. يبدأ إذن نلاحظ، ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ كتب هذا الفعل مبني للمجهول، لو أردناه مبنيا للمعلوم نقول كتب، كتب محمد رسالة، لكن عندما نبنيه للمجهول نقول كتبت رسالة. ولذلك كتب يأتي منه اسم المفعول وهو مكتوب، وكتب مبني للمجهول. كذلك فهم، فهم محمد الدرس، فهم الدرس، يبدأ إذن الدرس مفهوم. عشق نقول عشق، عشق المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله. ولذلك إذا بنينا الفعل المجهول نقول عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله. كذلك شرب نقول شرب محمد الماء، وإذا بنيناه إلى المجهول للمجهول نقول شرب الماء فهو مشروب، فهو مشروب. كذلك قيل، لو أردنا أن نأتي بالفعل المبني للمعلوم نقول قال، قال، قال محمد كلاما لم يعجبني. وإذا أردت أن أبني الفعل المجهول أقول قيل كلام لا يعجبني. فهنا هذا الكلام الذي لا يعجبني مقول، هذا الكلام الذي لا يعجبني مقول. كذلك عد، طبعا عد وطبعا فيه مضاعف الحرف الأخير فيه، ولذلك يعني الأوسط والأخير جاء من جنس واحد نسميه مضاعف ثلاثي. لو أردنا أن نأتي على أصله نقول عديد، وإذا أردنا أن نبنيه للمعلوم نقول عد فلان ماله، وهي طبعا عدد في الأصل، لكن جاء الحرف الأوسط والحرف الأخير من جنس واحد، سكن الحرف الأوسط ويدغم في الحرف الأخير. لذلك عد مبني للمجهول عندما نأتي باسم المفعول منه يكون على معدود. ف
فإن كان الفعل معتل العين حذفت منه واو المفعول وقيل أو وجاء على وزن مفعل فيما عينه ياء مثل مبيع مهيب مقيس مشيد. يعني لو نظرنا هنا لا نجد واو كلمة مفعول، لا نجد واو كلمة مفعول، كلمة مفعول حذفت منها الواو، لذلك نجد الكلمة على وزن مفعل. طبعا في شيء في الصرف اسمه الإعلال والإبدال وهو درس طبعا خاص لا نريد أن نتطرق إليه، ولكن هذا الحذف يكون بسبب الإعلال بالحذف فيما عينه ياء. يعني ماذا يقصد بعينه فيما عينه ياء؟ لو نظرنا إلى كلمة باع، باع هذا في الماضي، يبيع في المضارع، هذه الألف أصلها ياء، هذه الألف أصلها ياء. كلمة يبيع طبعا قلبت الألف أو أعيدت الألف إلى أصلها وهو الياء. لو وزناها صرفيا كلمة باع لوجدنا أنها تأتي على وزن فعل، ويقال طبعا عندهم أن أصلها بايع، بايع وهي نتيجة الإعلال والإبدال، قلبت هذه الياء ألفا. ولكن طبعا الدرس الصوتي الحديث يقول إنما هي طبعا فتحة طويلة، لا نريد أن نتطرق إلى هذه التفاصيل، ولكن المهم أن نفهم أن العين في هذه الكلمات معتلة، ولو جئنا إلى أصل الكلمة أو أصل الفعل ووزناه صرفيا لوجدنا أن العين يقابلها حرف علة، وهذا الحرف عندما جئنا بالمضارع وهي من الطرق التي نعرف بها أصل حروف العلة ظهرت معنا ياء. عندما نقول يبيع هذه الألف ظهرت ياء. عندما نصوغ اسم المفعول منه نحذف، ماذا نحذف؟ واو الفعل أو واو كلمة صيغة مفعول؟ لا، نحذف صيغة مفعول. لماذا؟ لأن لو نظرنا هنا الياء موجودة، مبيع مهيب هاب يهاب فهو طبعا مهيب اللي هو اسم المفعول، قاس يقيس فهو مقيس، شاد يشيد فهو مشيد. طبعا كما قلنا اسم المفعول يأتي من الفعل المبني للمجهول، فلو صغنا باع على صيغة الفعل المبني للمجهول نقول بيع، بيع بيع الزاد أو بيع أي شيء، أو بيعة السيارة أو بيع أي شيء. كذلك هاب فعند صوغها للمجهول نقول هيبة، هيبة الرجل. كذلك قاس لو بنيناها للمجهول نقول قيس على كذا، شاد نقول شيد كذا. هذا بالنسبة للفعل الذي عينه ياء. أما الفعل الذي عينه واو يأتي على وزن مفعل، يأتي على وزن ما فعل، ما فعل فيما عينه واو، مثل مقول نقول كلام مقول. أصل الفعل قال، عندما نبنيه للمجهول نقول قيل، قيل فهو مقول. ما أصل حرف العلة هنا؟
نأتي إلى المضارع منه ونقول يقول، يبدأ إذن أصلها واو، أصلها واو. عند صوغ اسم المفعول نحذف واو كلمة مفعول أو وزن مفعول. الواو الموجودة هنا أمامنا هي واو الفعل، أي عين الفعل أو عين الكلمة، لأن هذا اسم ليس فعلا. كذلك مصون، من صانة يصون، يبدأ إذن أصل الألف واو، صانة يصون. عند بناء الفعل للمجهول نقول صينة، صينة. كذلك مروم، من رام يروم، إذا بنيناها للمجهول نقول ريم، ريم. كذلك هالة، يهول، يهوله الأمر، إذا بنيناها للمجهول نقول هيلة، هيلة. وعند صوغ اسم المفعول منها نعيد الكلمة أو حرف العلة إلى أصله، وأصله واو، لذلك نقول مهول، مهول. كذلك مسوق، مسوق أصلها من ساق يسوق، يبدأ الألف أصلها واو. عندما نبنيها للمجهول نقول سيقة، سيقت السيارة، سيقت السيارة. وهنا عند صوغها أو صوغ اسم المفعول منها نعيد هذا الحرف العلة إلى أصله، وأصله الواو، أصله الواو، لذلك نقول مسوق، مسوق. كذلك كلمة مقود، من قادة يقود، قادة يقود، يبدأ إذن الألف أصلها واو. عندما نأتي بالفعل المبني للمجهول نقول قيدة السيارة، قيدة السيارة. عند الإتيان باسم المفعول منها نعيد هذه الألف سيرتها الأولى، وأصلها طبعا واو، لذلك نقول هذا مثلا الجمل مقود، أو هذه السيارة مقودة. هذا بالنسبة لاسم المفعول. أسأل الله أن يكون الدرس واضحا، وهذه طبعا كلها مشتقات درستم في دروس سابقة، اسم الفاعل وصيغ المبالغة، وكذلك من المشتقات اسم الآلة واسم المكان واسم الزمان، يعني المشتقات أو الأوصاف كثيرة. نكتفي بهذا القدر من درسنا هذا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحفظ الله ليبيا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.